الخير عليكم، الخير عليكم، الخير عليكم، الخير عليكم، الخير عليكم نتوما اللي كنتوا تشوفوا فينا. ومرحبا بكم في حصتكم جديده على الجزائر تي في. حصه تجيكم كل ويكاند بالجمعه والسبت من 9:15 حتى 10:30 ولا من داك ديباسي شويه، مي ما تلوموناش. هذه الحصه هذه نحكيو فيها على حاجات يهموكم، يهمونا، يهموا كاع الجزائريين، بيسك اسمها جزائرنا، جزائركم. على واش نحكوا؟ نحكيو على الثقافه، نحكيو على الكتابه، نحكيو على السياسه، نحكيو على المجتمع الجزائري. كل خطره في عدد جديد، مواضيع جديده تهمكم بطبيعه الحال. في الموضوع تاع اليوم رايحين نحكيو في حصتنا تاع اليوم رايحين نحكيو على زوج احداث مسوا المجتمع، الرأي العام الجزائري في الأيام الأخيرة هذه. الحدث الأول اللي هو لا فيولونس فيت أو فام، العنف ضد المرأة، بعد الحدث اللي صرا في بلدية مقرة بولاية المسيرة. راح نعاودوا نرجعوا عليه مع دي زيكسبير معنا هنا في البلاطو، يفهمونا وعلاش رانا عايشين هذه لا سيتوياسيون هذه في المجتمع الجزائري. نزيدوا نحكيوا ثانيك على حدث اللي راه يهم الرأي العام على المستوى الدولي، واللي هما لي زاتونطا تاع باري اللي صراو يوم 13 نوفمبر هذا اللي فات، ماشي افريل، واللي مازال نسمعوا عليهم حاجات وحاجات وحاجات وحاجات. نحكيو لي ريبيركسيون تاعهم على الشان انترناسيونال الجزائري كيفاش وعلاش، مع الضيوف اللي كانوا حاضرين معنا، وايضا مع زملاء اللي راحين يشاركوني في التنشيط تاع هذه الحصه هذه، زملاء بقدرهم معروفين في الساحه الاعلاميه تاعنا. اول زميل هو نخدموا كيف كيف مي ماشي في بلاصه وحده، مي كيف عفوا كيف كيف في بلاصه وحده مي ماشي في خدمه وحده. بون سي تري ديفيسيل اكسبليكي مي معليش سي با غراف، بيسكو هو مدير يوميه لو طون دالجيري، حسن موالي. مرحبا بك حسن. حسن كومون فاك؟ صافا بيان؟ لاباس الحمد لله. تفضل خويا حسن. بيان سور تانيك شاركنا هذه الحصه هذه زميله، كنا نخدموا كيف كيف واحد الوقت، ومن بعد فرقونا خطوات العمل، ومن بعد عاودنا تلاقينا هذه الخطره. ما تلاقيناش من قبل، تلاقينا هذه الخطره دوكا. هي عندها مجله بيمونسيوال، زوج خطرات في شهر تخرج، تخص لونفيرونمون، تخص بيان سور البيئه، او انفيرونمون اسمها. هي راهي امينه عامه تاع السكرتير جينيرال دو ريداكسيون تاع هذه المجله هذه، كنزه بوشناق. كنزة 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 دي غيبة. لا لا واش راك؟ صافا لاباس صامولا بيتك بخير الحمد لله جوزي. لا لا والله تفضلي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قلنا بلي في هذه الحصة هذه راح نحكيو على المرأة اليوم. المرأة الي اون بريوريتي في الحصة تاعنا هذه. نحكيو أولا مع ضيفتنا اللي كتبت كتاب على شهادات تاع نساء اللي كانوا عايشين، نساء بارتيكولير بيسكو كانوا يخدموا خدمة يسميوها مهنة المتاعب اللي هي جورناليزم، وقتاش؟ في العشرية السوداء. السيدة منصر مرحبا بك. اهلا مرحبا بك، تفضلي خذي بلا بون نقدر وي نو هنا هنا جوست ا كوتي باش لا لا لازم تكوني قدامي. فوالا تفضلي فوالا ريحي هكذا باش نكونوا سير بلي الكرسي هذايا فوالا ما يطيحش. مرحبا بك سي ان بليزير. مرحبا بكم جماعة. صافا بيان لاباس لاباس ترونشي زعما نحطوا الوراق في الكرسي باش ما نبينوهمش من بعد نحرقوا روحنا كي نجوا حين نقعدوا. اون توليكا مرحبا بك. زاهية منصر على خط النار، هذا الكتاب هذا اللي خرج في صالون الدولي للكتاب في الجزائر العاصمه في طبع العشرين ديالو. هذايا الكتاب هذا حبيت انت تعاودي ترجعي فيه على شهادات لنساء جزائريات كانوا يديروا مهنه المتاعب، مهنه المصائب. ام زوج هنا يقدروا يشهدوا باللي مهنه المصائب وثلاثه كاع باش نذكروا باللي انت صحفيه. منين جاتك الفكره تاع هذا الكتاب؟ اولا الفكره كانت مقال صحفي بسيط، يعني انا في مناسبه من مناسبات 8 مارس كنت حابه ندير ان غوبورتاج اللي نسلط فيه الضوء على مهنه النساء، خصوصا اللي عملوا في وقت صعيب ووقت الارهاب يعني وقدموا حياتهم. لكن صادفت صعوبه يعني في هذا الموضوع انه ما كانش ارشيف، يعني لم اجد ارشيف، ما كانش لي فوتو. دونك انا طرحت سؤال، لماذا لا يتم التوثيق لهذه المرحله والعوده الى شهادات الاعلام؟ كان صعب لانه ما كانش الارشيف، لذلك فضلت انا انني نعطي الكلمه للشهود بدل الشهداء، يعني فضلت انني اتوجه للنساء. زاولنا المهنه في تلك المرحله الصعبه لكنه ما زلنا على قيد الحياه، وبالتالي انا فضلت ان اجمع هذا الشيء. كيفاش خيرتي هاد النساء اللي كانوا يخدموا؟ لا والله انا يعني لم اختار، ولكن وجهت دعوه تقريبا لكل النساء اللي نعرفهم او اللي سالت عليهم اللي عملوا في هذيك الفتره الصعبه. كاين نساء بطبيعه الحال يعني رفضوا كومبليتمون انهم يعاودوا يرجعوا، لانه قالوا لي سيتي فريمون ديفيسيل، يعني صعب انه يعاودوا يرجعوا للمرحله. وكاين نساء بيان سور كيزون كيتي كومبليتمون الميتي، يعني غادروا المهنه. وكاين نساء هاجرنا يعني خارج الوطن الغربة. ولذلك انا اكتفيت بالشهادات اللي رجعت لي، يعني انا قدمت حوالي 25 يعني دعوه، ولكن للأسف الشديد 13 فقط هن يعني اللي قبلوا باش يعطيوني شهادة. كنزة
يعني واش كان واش كان هو يعني التيموانياج الأصعب اللي سمعتيه في هاد النساء؟ والله كل اسم من هاد النساء يعني كان هو قصة بحذتها. يعني أنا ركزت حاولت أركز على الجانب الإنساني يعني الكوتيمي ما في القصة، لأنه التجارب المهنية تقريبا كانت تجارب متشابهة، لأنه كلنا عملنا أو كلهم على الأقل عملوا في وقت متشابه وفي ظروف متشابهة، لكن التجربة الإنسانية أو الحالة الإنسانية كل واحد كيفاش عاش هذيك الفترة. لذلك أنا ما نقدرش نقولك شكون اللي صعيب، يعني لأن شكا يعني كان اللي أثر عليك. والله كل واحدة فيهم كان عندها يعني قصة جانب يعني من القصة. علاش ça avait insisté sur la femme journaliste pas le journaliste en général parce que finalement il y a pas de peut-être لانه اولا شو فامبي اولا يعني انحياز tout simplement. ثاني شيء لانه المرأة في هذاك الوقت كان عندها اكثر من سبب على ان تكون كوبابل كما نقولوا، لانه المرأة اللي كانت تخدم صحفية تعلن عن اسمها كونك امرأة أولا، ويعني في عرف أو في قاموس الجماعات الموت في هذاك الوقت كانت أي امرأة تكتب معناتها يعني أنت ديجا امرأة محكوم عليها بالموت يعني هذه أولا. ثانيا أنه تزاول مهنة المتاعب، وثالثا أنه نوع من التحدي. يعني النساء الجزائريات إعلاميات الجزائريات عاشوا في فترة التسعينات عنف أكثر من نساء واحد أخرين؟ نعم ربما ماهوش يعني في ذيك الفتره باش نتفقوا على شيء انه كل المجتمع الجزائري عاش عنف سواء كان طفل ولا امراه ولا راجل، يعني كلنا عشنا عنف بطريقه او باخرى، عنف مادي عنف معنوي عنف بسيكولوجي، ولكن كل واحد عاش بطريقته. يعني ما نقدرش نقول لك ان الصحفيات وحدهن اللي عاشوا يعني هذيك الفتره بصعوبه، ولكن ربما اونتر غيمي اذا كنا نقدروا نقولوا افونتاج انه لافونتاج اللي كان عند الصحفيات انه يقدروا يشاهدوا يقدروا يكتبوا يقدروا اون كالكو سورت عندهم نوتي دو طرافا باش يخرجوا من هذيك المرحله اللي هي الكتابه. بصح زيتي اوسي بلوز اكسبوزي على لي زوتر ميتي. كاين المراه الريفيه مثلا هي ثاني سفره هذا واش قلت مجتمع باسره سفره من لابيريود هذيك، ولكن المراه الصحفيه كومام لي اكسبوزي راهي في لا رو دور لا ماجوريتي سي دي كوليغ سي دي كونسور اون لي كولي تو. Elles étaient dans des hôtels, c'est des frères, et tout ça pendant 10 ans. Imagine, Lisa et Aïchna. Bon, كاين اللي ما يعيشوا في على الاقل النساء يعني الموجودين في هذا الكتاب ربما كانت وحده ولا اثنين فقط اللي كانوا في الاقامات الامنيه. لا بليبار كانوا يعني زون انسيستي باش يقعدوا في لي فامي تاعهم ويزولوا مهنتهم، وكانوا منهم اللي كانوا ساكنين في احياء شعبيه وواصلوا يعني الخروج بطريقه. زولتي المهنه في التسعينات؟ نو ما كنتش تمتهني الصحافه. انا اللي فصلت لي المهنه في 2000، ولكن كان عدد كبير من النساء الصحفيات، وانا اعرف كثير من الزميلات يعني كانوا يعيشون في الفنادق في فندق المنار وفندق مازافا في سيدي فرج pendant 10 ans. Il y a même des femmes journalistes qui sont décédées malheureusement ماتوا في في الفندق. النساء ثاني ميم لي جورناليست الرجال ثاني كانوا عايشين سي دولا كانت بور بروتيجي لي جورناليست هي اللي كانت ديسيدا تقرب باش تسكنهم تما. كاين كومام سي بلو سونسيبل كومام بو لا فام. موا بيرسونيلمون جيتي لابا افيك لا ديسيني نوار نيتي توس ا سيدي فرج، مي سي فري كونت اون جيت ان روغار سو لا فام جورناليست سي كومام تيريبل سو كيلز اون فيكو. والمجتمع الجزائري بمجتمع محافظ على كل حال، ديجا المراه تخرج وتخدم صحفيه وتروح تكوفري دي زيفينمون دو تيروريزم تو سا لي ماساكر تو سا تولي راجل سي كوم سا كون دي هذيك راجل اللي يقولوا ابري الابوندون كومبليتمون العائله وتروح تستقر في فندق ماهوش حاجه سهله. انا جو لو رون اوماج سي ان كرون اوماج سي بور سا جو فيليسيت مدام دافوار بونسي اي كي سو ليفر شهاده فرونشمون برافو. كيفاش نقدروا نفسروا باللي بعد كاع واش عاشت المراه الجزائريه في سنوات التسعينات لحد اليوم مازال المراه الجزائريه ما عندهاش مكانتها في المجتمع الجزائري كما تستاهل بيسكو قاسمه الراجل قاسمته كلش كاع المشاكل كاع الميزيريا كاع الاخر، مي اليوم مازال زعما نخليو النساء الجزائريات اون دوزيام بلان من داك ترويزيام بلون. بون تبقى يعني امور نسبيه يعني مانيش نشوف انا المراه دوزيام بلون سانسيرمون باسكو النساء الجزائري دوك يعني راهم الحمد لله يعني في جميع المجالات. هنا بقى يعني ان كومبا
تاع مجتمع توت ان سوسيتي يعني ماهيش مشكل تاع المراه وحدها يعني بون المراه لان عندها حق انها ترشح حتى لرئاسه الجمهوريه عندها حق متواجده في احزاب سياسيه متواجده في الاعلام متواجده يعني في كل القطاعات دونك يعني ماهوش بين واش يسمح القانون والحقيقه في المجتمع واش قلت لك يعني واش قلت لك يعني بون تتفصل بور لا فام جان سيتي توجور كوم سا يعني حتى في وقت حرب التحرير انه النساء داروا ثوره التحرير ومن بعد عاودوا رجعوا للدار يعني شبرك دون لا في دو تو لي جور شوقي لا فام ال بو براتيكمون اكزيرسي نيمبورت كيل بولو دون سبي اون اون فام جورنال جينيرال ماشي جورناليست تو لو موند سي كو سي لا سول فام جينيرال دون لو موند عرب لون سيدنتيفي او موند عرب اون اون فام جون سي ميم با سي ان فرانس يا اون فام جينيرال اون اون فام جينيرال دوبي او موان 5 ans. D'accord. On a des femmes juges, on a des femmes commissaires, l'Iberg, yani. On a la parité au niveau de la PN, je crois qu'il y a 140 femmes députées, donc c'est formidable. Après, dans la pratique, le terrain, qu'il y a une machine, c'est vrai. Le machine, l'Oussaria et tout ça, la femme rurale, surtout dans ce pays, on a tendance à. Parce que Alger, ce n'est pas l'Algérie, encore une fois. Moi, j'ai eu la chance et l'occasion de voir l'Algérie profonde, pratiquement les 48 wilayats. Il se passe des choses terribles quand même. C'est, parfois, tu dis. يعني بان ما ناش الجزائر كاع داير الحادثه الاخرى اللي عاشتها بلديه مقرى في ولايه المسيله هزت الراي العام سواء في البلديه في الولايه ولا عبر التراب الوطني هذا العنف ضد المراه اللي رانا نشوفوه في المجتمع الجزائري لو غير يزيد ويتفاقم والعنف على كل حال ضد الاطفال العنف في الملاعب وغيرها دائما راهو غير يكبر مشكل مجتمع مش مشكل مراه ولا راجل ولا يعني مشكل مجتمع احنا حبينا اليوم نسلطوا الضوء على هذا العنف ضد المراه في الجزائر على جال هذه الحادثه هذه المحزنه اللي صارت في بلدية مقرة قبل ما نستضيف السيدة مريم بلال خلينا نتفرجوا على هذا الفيتي سيني من عند فريال العنف ضد المرأة هو من أخطر الظواهر اللي طغات على مجتمعنا الجزائري في الفترة الأخرى مالغري أنه بكري كانت المرأة تنضرب تتحقر وتغتصب سورتو في فترة العشرية السوداء مي كانت فئة قليلة من النساء اللي كنا نسمعوا بهم لكن مالوغوزمون دانييرمون ولينا نسمعوا كل يوم بهذه الحكايات ولات المرأة توهان في الشارع في الخدمة وحتى في الدار اللي نورمالمون هو المكان الأأمن لها كثرت بزاف الحقره صرتو عن النساء راهم ينضربوا برا راهم يتحقروا برا راهم في الخدمة راهم بارتو بصح ما كاش اللي يهدر كما يقولوا زعما بوتفليقة طال الحرية للمرأة مش من الحرية اللي داتها حريه المراه داتها برا تنضرب مؤشرات العنف فاتوا الخط الاحمر سورتو بعد واش صرا للمرحومه رزيقه شريف اللي كانت ضحيه جريمه قتل من طرف سائق سياره اللي تحسها بعد ما رفضت له لي زافونس ديالو القضيه هذه هزت الراي العام ماشي برك في بلديه مقرى بولايه المسيله ميزوسي في عده ولايات من الوطن مجتمعنا الان مازال رغم القوانين التي تحمي المراه ورغم ما ورد في كل الوزارات التي توارثت تضامن والأسرة لكن المرأة تبقى بين أربع جدران يمارس عليها كل أنواع الظلم ولا يستطيع حتى القانون وحتى القرآن حمايتها هذا هو الخطر بالرغم من الإصلاحات القانونية اللي صدرت مؤخرا واللي كان الهدف منها توفير الحماية اللازمة للمرأة الجزائرية إلا أننا ما زلنا نعاني يوميا من العنف بكل أنواعه في مجتمع جزائري ما يرحمش سواء في الشارع في الخدمة ولا في الدار قضية العنف ضد المرأة رانا ضد علاه بصح هي أولا وقبل لازم تفهم المرأة في الإسلام المرأة في الإسلام جوهرة مكنونة تربي الأجيال الذين يحاربون أعداء والله والرسول نورمالمون المرأة تطيع الزوج تاعها ما تلحقش روحها للعنف ما تأديش بالكلام أطيعوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلحت المرأة صلح المجتمع لأن الآن تصرف مع المرأة يبقى تصرف مزاجي بين زوجها وهي بين أهلها وهي تظلم في الشارع تظلم في بيتها تظلم في مكان العمل في كل مكان تظلم المرأة على هذا جاء الوقت باش نبدلوا العقليات نحبسوا كل واحد حبي يمس حق المرأة الجزائرية نحبسوا كل واحد حبي يسيء للمرأة بالضرب ولا بالكلام نحبسوا كل مسؤول يستغل منصب دياله باش يتحرش موظفته ويضايقها نحبسوا كل بابات خو عم ولا خال رفع يده على بنته تو سامبلومون il est temps de dire non à la violence لا
فيولونس فيتو فام العنف ضد المرأة في المجتمع الجزائري في تيار سيني فريال طالبي تدخل. نزيدو نستضيفو الآن السيدة مريم بلالا مديرة أسواس فام أون ديتريس. مرحبا بك سيدة مريم بلالا، تفضلي معنا. مرحبا بك مرة أخرى، شكرا للبيت الدعوة تاعنا وراكي حاضرة معنا اليوم. أسواس فام أون ديتريس، اليوم موضوع هذا اللي راه يهمنا احنا في الحصة هذه، العنف ضد المرأة في المجتمع الجزائري. سمعنا في شهادات، خاصة شهادة تاع اون سوسيولوج هنا، باللي الإشكال أنه المرأة الجزائرية تبقى دائما اون دونجي اون كيلكو سورت، ما كاش حاجة اللي تحميها حقيقة، صح ولا لا؟ سي فغي، ما كاش حاجة اللي تحميها، ما كاش قانون اللي يحميها دابور. أنسويت ما كاش اليوم كان مرأة تنضرب في الشارع، ما كاش اللي يحميها، الناس يقدروا يشوفوا وما يدخلوش. لابخوف رزيقة تحسها، شحال من مرة خرج شافها قال لها مازال ما متيش، وهي كانت لقف وواحد ما تدخل. C'est de la non-assistance à personne en danger. Et pourtant, on est en 2015. Et c'est très grave. Oui, ou في العام كي تحرش كاش واحد يتحرش بزميلة، كاش واحد يدخل روحه، كامل اللي يخافوا على 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 بلاصتهم. C'est-à-dire que on est dans l'indifférence et peut-être qu'il y a des gens qui vont dire هي parce que هي اللي تسهل، parce que كانت لابسه هكذا، parce que قالت هكذا، etc etc. C'est-à-dire qu'on est toujours, même la victime, on essaye de la culpabiliser et donc elle n'a aucune protection effectivement. سيدة زهية منصر، اليوم كصحفية، نظرتك كصحفية، المشكل في المجتمع الجزائري، يعني هل هو مشكل كاين اللي يقول لك على جال العشرية السوداء، العنف تاع العشرية السوداء، كاين اللي يقول لك لخاطر التربية ما كانش، كاين اللي يقول لك خاطر لي فالور تاع لا سوسيتي تبدلوا، كاين كل واحد يقول حاجة، أنت في رأيك سي كوا لو فري بروبليم؟ والله في رأيي المتواضع كما قلت لك هو مشكل مجتمع. لماذا؟ لأنه ربما المرأة، يعني التقسيم الاجتماعي العمل التقليدي زال الآن، أنه المرأة بكري كانت عندها دراري والدار، لكن الآن مع تطور الحياة العصرية رجعت المرأة عندها وظائف أخرى في المجتمع لم تكن موجودة هكذا، وبالتالي المجتمع كان عليه أن يتطور أيضا ليواكب هذا التطور في التقسيم الاجتماعي الجديد للعمل، لكن احنا ما تطورناش على مستوى العقلية في ذهن أي جزائري الآن، أنه المرأة اللي راهي تخدم برا دات بلاستون هكا، يعني هذا هو. دونك احنا رجعنا نفسروا في المجتمع الجزائري مثلا تراجع مناصب العمل او البطاله، لازم النساء يقعدوا في الدار باش الرجال يصيبوني يخدموا. دونك تشوف لي بلي كاين مشكل اجتماعي، انه لازم العقليه او لازم التربيه تاع المجتمع الجزائري تتواكب التطورات الجديده الموجوده. سي بور سا قلت لك انه مشكل العنف مش غير، يعني حتى العنف الان موجود ضد الاطفال، كيفاش تفسر انت انه الان حوادث الاغتصاب والقتل اللي موجود للاطفال، انه كاين مشكل في عقليه تاع المجتمع الجزائري. جوستومون قلتي هذه الكلمات عدات بلاصتي، هذه عشتيها في الصحافه؟ ما عشتش حتى حاله هكذا؟ جامي، سانسيرمون جامي جامي. نو، العنف اللفظي ربما في الشارع او في سي بور سا قلت لك مشكل التربيه. يعني بون الحمد لله، يعني انا حتى في اسرتي حتى في مجال العملي، يعني انا ما نحكيش على روحي، لانه حنا كي لما نقولوا المجتمع الجزائري كقال الزميل يعني الجزائر سي با الجي، لازمش نحكيو على روحنا ولا نحكيو على الجي، لازم نحكيو على الجزائر العميقه. دونك المشكل في الجزائر والجزائر العميقه هو مشكل تربوي، هو مشكل اخلاقي، هو مشكل اعاده تكييف طريقه التفكير. نشوفوا الان في الجزائر مثلا، هي تقريبا البلد العربي الوحيد اللي عنده ترسانه من القوانين موجوده، يعني ولكن هذه القوانين حتى لو طبقناها في الواقع مش حتجيب فايده، يعني لانه التربيه ما تبداش من القانون وانما تبدا من البيت، يعني تبدا من طريقه تعاملك انت كفرد كمواطن. يعني وهذا المشكل اصلا مربوط بمشكل المواطنه. دوكا عاد نجيبوا يعني دوطر ديسكوسيون يدخلوا في اللي. سيده مريم بلال، عند اسواس فام اون ديتريس، الحالات اللي تشوفوها لو بلو سوفون سي كوا؟ Dans les cas de violence, la violence, la violence conjugale et la violence familiale. La violence familiale, il faut dire que ماشي غير الاب ولا الاخ ولا الزوج اللي يضرب، كاين ثاني بزاف الامهات اللي يضربوا بناتهم، اللي منعوهم على الدراسه، اخت ثاني تضرب. C'est-à-dire que Dorka, l'ensemble de la famille est devenue un foyer de violence.
اي اون ا بوكو عندنا بزاف لي جون في اللي ما يقدروش يحملوا سون زاري الضرب ما يحملوش باللي سون سيكيستري مغلوق عليهم في البيت ما يقدروش يخرجوا اي دونك يجي نهار وين الفون دي ديبرسيون ال سورت من الدار ويجوا يطلبوا المساعده دونك لو بلوس اون فادير كو سي لي فيولونس فاميليال لي فيولونس كونجوغال دونك كيما قلتي انتيا داخل الدار البرومي مشكل الاول تما داخل الدار ديجا لا فام ابسولومون اوي كلو اوي كلو سي 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 لا سي لا بروميير فيولونس كي سو في اوي كلو دون لا فامي C'est vrai qu'on a l'impression que la violence elle est diffuse dans la société algérienne. Nous le barak kan yitkellem ممثل مستشار وزير التربيه على العنف في المدارس مثلا. قال il a tiré la sonnette d'alarme complètement. قال لك il faut impérativement et urgemment se pencher sur la question parce qu'il se passe des choses très graves dans les écoles, dans les lycées. Parfois c'est les enseignants qui agressent les élèves parce que parfois c'est les élèves qui agressent l'enseignant et parfois c'est les élèves entre eux bien sûr. Oui. Donc il y a une violence diffuse. Moi je pense que qui m'a c'est sociologique. Il y a Rawasi Belmadi, donc la décennie noire, on en parlera toujours, la décennie noire, les 10 années de terrorisme que nous avons vécu, que l'Algérie a vécu, elles ne vont pas disparaître comme ça. Il y a des séquelles, il y a des dommages collatéraux, comme on dit. Ouais. Donc on les subit et elles se vérifient dans notre comportement de tous les jours. Il y a une violence verbale. Une fille, une chef très agda, il te blâme d'une manière vraiment obscène. Ce n'est pas logique. Quand on se dit « Hnabous Libé », on n'entend pas ce genre de... Mais la société algérienne a changé. C'est qu'avec les réseaux sociaux d'Ouka, c'est un peu une arme à double tranchant. Voilà, donc vous avez un moyen de communication, mais vous avez un moyen de violence aussi. C'est-à-dire, avec le Facebook, par exemple, on peut enlever un enfant. C'est qu'il y a une échelle dans le système, il y a une échelle pareil, il n'y a pas de différence avec la vie dans le monde. C'est que déjà, il y a un ذكر دائما معزز على الطفل ديجا ملي يكونوا صغار خلي هذا ماشي تاع خوك حق خوك خلي اللحم لخوك البليغه هذيك الشح مصباح العشيه سا كومونس جيبي سربي لخوك او دخل خوك او دخل باباك سي بو ساك سي سوسيولوجيك تربيه سي البروبليم دو باترياركا باترياركا سي لا سوسيتي الجين سي البروبليم دو باترياركا دونك لوم اي توجور فافوريزي لو غارسون لي زيد سابع نديرو خير الولد خموش عليه فوالا يديرو والطفله بون دركا شويه تبدلت مي افون سابع يندار الولد كي نزادو غير البنات ما راح نجي نفرحوا بهم سي ان كاتاستروف الحقيقه ونهار اللي يزيد الولد سي واش من كباش ينذبحوا واش من ديجا يا د لا ديسكريميناسيون من كونجينيتال وي كونجينيتال وي باسكو الباترياركا وي سي سا سا سي سا سي ترانسمي دو جينيراسيون جينيراسيون ومن بعد كي يكبر يفو فيغ اتونسيون ا لوي سي الاخت اللي ترد بالها على خوها في الدار والماكله Souvent, il y a beaucoup de familles. Le ham, par exemple, le plus gros morceau, c'est pour le garçon. Ou lazem, il y a tia koul ghir chouya, bach tkhalli le khouha, etc., etc. Le ménage, c'est-à-dire le tofla fil bit, عندها toutes les tâches ingrates. Donc, mhatma alayna, nkemmelo na3chou hakda. Eh bien, il faut remettre en cause, justement, pas le système de valeurs, mais c'est-à-dire qu'il faut reconnaître que le patriarcat, il est très important chez nous et il se transmet, c'est la mère aussi qui transmet le patriarcat. Absolument. هذاك سي ان كومبات سوسيتي دونك يعني قلت لك يعني مشكل مجتمع انت ما تقدرش تغير مجتمع دو جور لون دو الناس عاشت 14 قرن هكا ما تجيش انت تحطم كل ابنيه المجتمع في يوم وليله يعني هي مشكل تاع دي جينيراسيون بيتيت حنا لا جينيراسيون تكمل تعيش هكايا كيما كانوا ابائنا ما كانوش عايشين كيما انا عايشين حنايا يعني حتى ال 20 سنه ما قبل كانت يعني وجود نساء في بعض المناصب امبوسيبل مي اليوم كيما قال لك الزميل هي المراه جينيرال نورمال يعني ماهيش هي يخلق يعني جوست سي فريك يا دي زيفوليسيون كومان هذه هي دونك هي المشكل تاع تصير وراء اجتماعيه يعني كي
كاين اشياء تي ابتي يجوا يعني بيك ولا بلا بيك ولا بالسيف عليك يعني مسيروا راه تطور المجتمع حتفرض روحها الارقام اللي وكاين بيان سور يعني توجو ثمن يعني يدفعوا طرف اخر طرف اكثر من الاخر الارقام اللي نقدروا نشوفوها في الصحافه وكذا قريبه للحقيقه نو نعم ماشي ماشي عندكم ارقام واحده اخرى في اسواس فامون ديتريس ربما با سولمون في اسواس فامون ديتريس il faut se dire il faut لا à part les associations à part la police la gendarmerie كاين دي بيرسون اللي جامي ما يروحوا يشكيو وهادو سي لي بلو نومبروز باسكو سي ان تابو انكور الحالة جوستومون يتصلوا بكم هاد النساء دونك كال ايتا سون كي يرفضوا يعني لوغ تيليفون ويعيطوا لاسواس فامون ديتريس ا كال مومون À un moment où une classe, elles sont à bout, c'est-à-dire hamlo pendant très très longtemps, classe, c'est-à-dire qu'elles arrivent à un point où elles préfèrent encore se suicider, le knoctor rohé, ou manqdash nkemmel hakda. Comme des femmes de tous âges, kbar, ou des jeunes fils rares ou le... Oui, il y a des femmes de tous âges, bien sûr. Donc il y a encore un nouveau phénomène. Jusqu'à un moment, c'était des femmes très jeunes. Mais maintenant, le phénomène, c'est qu'il y a des personnes âgées. Il y a des femmes qui ont, et bien sûr, c'est-à-dire le mari il est violent, il se drobe, etc. Et puis là, elles sont à bout, c'est la rupture, et c'est là qu'elles prennent soit Ijoul centre, soit Aïtona. قبل ما نستضيفوا سارة هنا اللي عندها رأي في هذا الشيء هذا عندي سؤال واحد نطرحه لك سيدة مريم بلالا ان شيفر سي اون دوفي ريزومي هذا الشيء هذا ان شيفر سا سري كال شيفر je ne vous donnerai pas de chiffres vous savez parce que je suis contre la politique du chiffre c'est tellement énorme on travaille depuis plus de 20 ans dans ce domaine là c'est tellement énorme où l'être la surenchère chacun va avancer des chiffres mais ce qu'on peut dire c'est que la violence, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup augmenté. Que ça soit contre les femmes, que ça soit contre les enfants ou que ça soit contre les personnes âgées. Voilà, c'est dit, la violence a augmenté. L'unf zed fil mujtama al jazairi. C'est dommage de finir sur ça, mais c'est une réalité. Il faut bien regarder la réalité en face. Kayna qolt lkom ana Sara Kseli li andha ray wahed akhar f hadchi hadaya, c'est un nouveau visage en la télévision. Li hadji tatna rayha ala hadchi hadaya. Sara Kseli nfadlkom. عليكم مساء الخير مساء الخير بوف كيما كنت تشوفوا مانيش مليحه سا سوفا لا لا كي حزينه خير ان شاء الله مانيش مليحه وما حاش نكون مليحه دونك لي شان نوار و لي فوندردي 13 اكزيست صح على بالكم هاد العام يافي 3 فوندردي 13 وشاك واحد كنت شفاه لو كي اللي صار اليوم لو بروميير سيتي لو فوندردي 13 فيفريي Exactement. Donc, le 13 février, bon, la cousine dit elle est tilqat qabel ma tzawwaj. Bon, vous allez dire que je suis pas concernée, mais jat عندي, dozt nhar kamel, wlil kamel yetnouh ala rasi. Bon, jazz. Un mois après, il y avait le vendredi 13 mars. Bon, je me suis dit, Sarah, sois optimiste. Bon, vendredi 13, malish, mais c'est la fête aujourd'hui. La fête de la même cousine. Zoujet aussi rapidement. Bon, on lui souhaite tout le bonheur. Inch'Allah. Bon, je me suis réveillée. Je me suis... Du tout. Je me suis réveillée le matin, ma cachelement. Je suis partie la coiffeuse. En plein brushing, rahdo. Ouais, je me suis dit, Sarah, bon, ça ne peut pas être si pire que ça. Bon, je me suis coiffée. Absent. Rahat, quel est le Justement, j'avais pensé. Ah, je suis à plomb. C'est pas un mot,
oui, je ferai une liste, je ferai tout. D'accord. Je ferai tout parce que خلاص je suis découragée hein. Le حق العرس c'est bon. La sondelle تاعي تقطعت. حاولت وليت للدا. Bof, je me suis dit non. Mais tu es SOS femme en détresse. SOS. Non mais S oui, je suis en détresse effectivement. Alors le dernier vendredi 13, قلت bof. او جاي واش حد دير ساره واش حد دير ساره قلت نروح فاكونس نهرب نروح لباري لا سمين باسي فوندردي 13 على بالكم كاع واش تعرفوا لحقه على خاطر حرقوها باري بالك 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 فوالا قاعدي في الدار قاعدي في الدار ساره ما قعدتش في الدار قلت سا ان يفو كونتينيو سا في معليش توت فاصون دوكا روحي دخلي للدار ساره سيكولوج مازال مازال سيكولوج وي اباك واش قال لي قال لي ما حكيت له قال لي بون سي با غراف عندك حاجة خفيفة قال لي عندك je me souviens plus une copie قال لي عندك la parascovidé catriaphobie et c'est il plaisante ما باليش منو صح عظمة الاسم تكفي اي با عطالي دي كومبريمي باش نرقد في الليل ان توكا ساره شوفك راكي عظيمه وراكي قريب عظمه كاع من هذا كاع اللي راكي عايشه تو ميرسي بوكو ساره يعطيك الصحه بليزير ندعو لك ندعو لك ندعو لك نجيبو لك البلون نديرو لك الجاوي ما هي با سوسي ساره ساره كسيلي ميرسي بوكو خلصت البرومي بلاطو تاعنا ميرسي بوكو دافوغ ايتي بريزونت معنا نعاودو نذكرو الكتاب على خط النار شهادات اعلاميات عايشنا الارهاب لزهيه منصر دونك وين القهوه لي ليبريري شحال راهو يدير والله ما على باليش على بالك شحال ما يقسموش معاك خلاوك هكذا على دتي شوكونيكسيون 500 ديتو الله ما حق عليهم 500 دينار 500 دينار جزائري سان فول ديتور شهاده حيه ها على واش صرا لنا رانا نعاودو نرجعو بالعقل بالعقل على هاد سنوات العشيه السوداء انا نشوفو كلكو زوفراج دي زيكريفان دي سينياست كي روفيان دوسو اون فو ريميرسي جوستومون الكتابه هي وسيله من وسائل محاربه العنف يعني حتى الناس ما تخليش واش كان عايش داخلها تتحول الى عنف كبير شكرا لك مره اخرى اللي قبلتي الدعوه تاعنا وجيتي عندنا اليوم مريم سيده مريم بلالا ديريكتريس دو اس او اس فام اون ديتريس واش نقدروا نقولوا لك نقولوا بلي كاين دي سبوار Il y a beaucoup de jeunes qui sont formidables, hommes et femmes, et que je suis certaine que les choses vont changer. Merci beaucoup. C'est très positif. Merci d'avoir été nos invités pour cette émission. Première partie. Comme à l'intérieur, après la pause, on va parler des événements. Paris, avec nos invités, un autre. Bon, à tout de suite.